باشا مدير مباحث الوزاره طلب سعادتك يا فندم. اليوميه اخبارها ايه؟ على المكتب يا فندم. فيها قلق؟ عادي زي كل يوم. مزاج سعادتك مش رايق ليه النهارده يا باشا؟ اصحى من النوم الصبح على جثه جاري تجميعها ويبقى مزاجي رايق ازاي؟ شوف مين. ايوه ايوه فؤاد انا رشوان. خير ايه اللي عندك؟ يا ساتر. طيب طيب انا هدي الباشا خبر. فين؟ في سباك في القلعه ده بحمراته. سباك في القلعه ده بحمراته؟ هو يوم نايل بستين نيله. الشاي يا معالي الباشا. هتقولي في العربية. عربية؟ هو النهاردة آخر الشهر؟ لا يا باشا احنا في أول. أمال الناس مالها ضربة بوز كده ليه؟ الناس شايلة كتير يا باشا، حملها تقيل أوي. مين ده؟ ده القاتل يا فندم. اسمك ايه؟ شحتة يا باشا. قتلتها ليه يا شحتة؟ النصيب يا باشا، قتلتها وخلاص. لا لا لا، قتلتها وخلاص دي توصلك لحبل المشنقة، لكن لما تقولي السبب المحكمة بقى تشوف اللي تشوفه. يلا عشان عندنا شغل. قتلتها ليه؟ مكتوب على الجبين يا باشا. اتأخرت في أعمال الشاي، رحت جايب رقبتها. يا باشا أنا قتلت واعترفت، اظن مالكوش حاجه عندي. ايديا اهي جاهزه للكلبشات، اوزني تاني. احنا بقى طماعين ونحب نعرف كل حاجه، فمالوش لازمه بقى تتعبنا ونتعبك. سعادتك امسكه كويس. سعادتك ما تنتظرش مني كلام تاني، وخصوصا هنا ربنا امر بالستر. يعني ممكن نتكلم في حته تانيه يا شحته؟ كله بامر الله يا باشا. ماشي يا شحته، يلا بينا على الاسم. وسيبونا لوحدينا. اقعد يا شحته. قتلت الولايه ليه يا شحته؟ شوف يا باشا، انا عرفت انك الكبير بتاع المباحث كلها، بس انت راجل عتره
وباين عليك ابن بلد وبتقدر. كلك ذوق يا هندسة. يا باشا انا راجل ربنا موسع رزقي والقرش بيجري في ايدي وعايش مبسوط ومستريح. فضل ونعمة يا شحتة. وشايف طلبات اهل بيتي من كله، تطلب قرش اديها عشرة. لكن عدم اللا مؤاخذة يعني، هي الست ليها ايه عند جوزها غير ان كل طلباتها تكون مستوفية؟ والله عداك العيب يا شحتة، فعلا طلبات الست لازم تكون مستوفية. اه برضه حتة صيغة، فستان، فسحة، ده غير بقى الحاجات التانية يا شحتة. اهي الحاجات التانية دي هي اللي خلتني اطير رقبتها. فهمنا اكتر يا شحتة. شوف يا باشا، الحاجات التانية دي انا كنت بعملها كل يوم. كل يوم؟ وشرفك يا باشا انا بقول لك الحقيقة، وفي ايام كانت بتحصل صبح وليل. صبح وليل؟ اه لا، مصر بخير يا شحتة، مصر بخير. طيب ولما هو صبح وليل قتلتها ليه؟ عشان طماعة. طماعة؟ ما بتقدرش الظروف. قلت امبارح يا سعادة الباشا مش عارف ايه اللي حصل لي بصراحة كده، معرفتش. معرفتش؟ ودي أول مرة تحصل لي. قالت لي لو ما كانش النهاردة يبقى بكرة. قلت لها جرايا وليا وهتمطرطشة بكلام اللي يفور الدم، دم فار. طيرت رقبتها. ومعرفتش ليه يا أخي شحتة؟ ربنا وحده هو اللي يعلم يا باشا، اصلها اول مرة. شحتة انت متعود تبلبح حاجة قبل اللي معرفتش؟ ابدا يا باشا، انا كنت شغال بالفول والطعمية، ويوم ما كنت اكل ربع كباب كنت اهد الدنيا. اه ممكن توصف لي الحالة بالظبط؟ يا حالة ما تتوصفش، عدم اللي مؤاخذة يعني، لقيت نفسي مفيش خالص. مفيش؟ دي مصيبة سودة ومنيلة بستين نيلة يا شحتة. طب يا شحتة ما استنيتش ليه لغاية ما طارد نفسك على دكتور؟ دكتور؟ لا، كله إلا الدكاترة. لسه بدري قوي على ما نشتغل بالحقن والحبوب، وبعدين أنا مش عاوز أفضح نفسي. مش عايز تفضح نفسك؟ ده ايه يا شحتة؟ ده انت فضحتك بقت بجلاجل. معرفتش انت؟ مفيش خالص. بح. انا يتقال لي ما كانش النهارده يبقى بكره. الناس دي حكايتها ايه؟ مش عارف يا فندم، دول ازواج وزوجات كلهم ضاربين بعض ومحدش فيهم عاوز يقول ليه. ضربت جوزك ليه؟ عشان مسكنا في خناق بعض. مسكتوا في خناق بعض ليه؟ من الزهق يا باش. هيكون من ايه يعني؟ اصل الواحد هو زهقان بيعمل اي حاجة. وانت ضربت مراتك ليه؟ يا سعادة الباشا كل راجل من حقه يضرب مراته. ومن حقها تشتكي. ضربتها ليه؟ انت خلاص يا بيه، انا سامحته، اصل اعصابه كانت تعبانه. اعصابه ايه؟ كانت تعبانه. تعبانه ليه؟ من الهم يا باشا، وربنا يكفيك شر الهم. وانت ضربت مين؟ انا ما ضربتش حد. ما ضربتش حد ليه؟ ما عنديش حد اضربه. جاي تشهدي مع ابوكي ولا مع عمك؟ انا جايه في شغل صحافه. صحافه؟ اه انت صحفيه. بالظبط كده. انت اتخانقتي مع جوزك ليه؟ كهيت من الحر يا باشا. حريه يا ولاد، احنا في عز الشتاء. سخنت تحت اللحاف يا باشا.
شوفوا بقى، لا سخنية ولا حر ولا هم ولا زهق. أنا عارف سبب البلوى اللي انتوا فيها. الرجالة معرفوش، الرجالة معرفوش، صح؟ ممكن يا فندم أعرف إيه الحكاية بالظبط؟ لا زي ما أنت شايفها، ده خناقات زوجية بتحصل في أي بيت. بس ده مش بيت واحد، دول بيوت. أنت جاي ليه؟ أنا جاي عشان الراجل اللي قتل مراته. هو لسه راهن التحقيق، مفيش معلومات مؤكدة. عن إذنك. مصطفى، عايز تقرير مفصل عن الحالة الأمنية في جميع أقسام القاهرة، وخصوصا الخناقات، وبالذات الخناقات اللي بين الأزواج والزوجات. أنا جاي في السكة، عايز ألاقيه. واسمه بلا يا فندم 93 حالة، قصر النيل 88، مصر القديمة 101، لازبكية 50، باب الشعرية 42، الشرابية 16، الويلي 8 حالات. بقيت الإسامة التانية يا فندم الحالة تقريبا فيها عادية جدا. واضح إن الإصابة مركزها هنا وسط البلد. شوف أخبار جيراننا إيه. جيراننا مين يا فندم؟ الجيزة. عايز معلومات عن الدقي وإمبابة والعجوزة. حاضر يا فندم. اطلب للباشا المدير في مكتبه، شوفه فاضي ولا مشغول. الشاي يا معالي الباشا. درويش انت متجوز؟ ايوه يا معالي الباشا. ساكن فين؟ حلوان يا معالي الباشا. حلوان كويسه قوي، حلوان زي الفل. سيد مدير الامن موجود في مكتبه يا فندم. بتوع الجيزه بيقولوا ان الحاله عاديه، بس انا حاسس يا فندم انهم مخبيين حاجه. يخبوا زي ما هم عايزين، احنا هنعرف الحقيقه بطريقتنا. سيد العميد، سيد العميد، لو سمحت يا فندم ممكن اخد وقت حضرتك دقيقه واحده؟ عندك العلاقات العامه تقدري تاخدي منهم اللي انت عايزاه. لا، هو انا لازم اكون رئيس التحرير عشان حضرتك تكلمني؟ حضرتك حققت في قضية رجل الأعمال كريم أبو شادي، هل صحيح إنه انتحر لأنه لم يوافق كلمة الدخلة؟ لا لا لا، ده كل ده كلام فارغ، دي إشاعات. طب حضرتك تفتكر إيه سبب الانتحار؟ لما شاف فاتورة الحساب بتاعت الفرح خد القرار على طول. يا فندم أنا بتكلم جد. جد مش جد، الحادثة دي ما تخصش غير صحابها. طيب والسبات بتاع بولاء مش برضه قتل مراته لأنه لم يوافق؟ لا لا لا، كلام فارغ مع حضرتك. طيب وحضرتك الرجالة والستات اللي حضرتك استجوبتهم، مش حضرتك قلت أنا عرفت السبب إن الرجالة ما عرفوش؟ هو التحقيق لسه شغال ومفيش حقائق مؤكدة لغاية دلوقتي. شوف يا، انت قلت لي اسمك ايه؟ سلمى يا فندم. بص يا سلوى. سلمى. سلمى. انا هقول لك على خبر كويس، انت باين عليك بنت ناس وتستاهلي كل خير. الجيزه فيها لبش. فيها ايه يا فندم؟ لبش. روحي اسم الدقي، في 85 حاله تسمم، معظمهم عساكر، كانوا من عربيه كشري كانت واقفه قدام الاسم، الدنيا مقلوبه هناك. طب واللي ما عرفوش يا فندم؟ هتبقى كلام زي ما اقول.